صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشوني جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده يا شباب هنعرف مع بعض ازاي نعمل تحويل للهارد الخاص بيك من جي بي تي لام بي ار. طيب في الاول كده هو ايه جي بي تي وهو ايه الام بي ار؟ الجي بي تي اصدقائي هو اختصار لجايد بارتيشن تيبل، الام بي ار هو اختصار لماستر بوت ريكوردر، وهم انواع تقسيم لوحدات التخزين العاديه زي الاتش دي دي والاس اس دي او حتى وحدات التخزين السريعه جدا ان في ام اي. كمان بيطلق على التقسيمات دياتي اسم بارتيشن ستايل. وبكل بساطه يا صديقي اكتر نوع منتشر بين الناس اكتر نوع منتشر بين المستخدمين تقريبا هو نوع تقسيم ام بي ار، هو اللي منتشر جدا بين مستخدمين الويندوز بالاخص. ولكن ده ما يمنعش اصدقائي ان الجي بي تي كمان منتشر ولكن مش زي انتشار الام بي ار. والفيديو بتاع النهارده يا صديقي مش هنتكلم عن ايه الفرق بين الجي بي تي والام بي ار، ولكن انت لو محتاج حلقه تعرف فيها الفرق بين الاثنين اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هعمل لها تحضير وانشرها على القناه. والمهم علشان نعمل تغيير لنوع التقسيم بدون ما نفقد اي بيانات موجوده في الهارد بتاعنا هنستخدم مع بعض برنامج اغلبنا تقريبا يعرفه، واللي ما يعرفوش هسيب لك اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده، وهو برنامج ميني تول بارتيشن ويزرد. ولكن الافضل ان انت تنزل الاصدار اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده. وبعد ما تنزل البرنامج عندك وتثبته بطريقه عاديه جدا وتفتحه هتظهر ليك وحدات التخزين اللي متركبه عندك سواء اتش دي دي او حتى اس اس دي. ولكن انا في حالتي دلوقتي الوحدتين اللي متركبين معايا في الكمبيوتر هي اس اس دي واتش دي دي، والاثنين نوع التقسيم اللي عليهم هو جي بي تي، ولكن انا هغير واحده منهم دلوقتي لام بي ار. زي ما واضح قدامك دلوقتي هتلاقي ان ديسك 1 تحتها جي بي تي وده الهارد الاول، وهتلاقي كمان ان ديسك 2 مكتوب تحتها برده جي بي تي ودي اللي احنا هنغيرها لام بي ار. وقبل ما اعمل اي خطوه هقول لك على كام حاجه. اولا ما ينفعش ان انت تغير نوع التقسيم الخاص بالهارد اللي عليه نظام التشغيل الحالي، يعني لازم وحده التخزين اللي انت هتغير نوع التقسيم بتاعها تكون واحده متركبه مش اساسيه. ثانيا بقى تقفل اي ملف موجود عندك على وحده التخزين اللي انت هتغير نوع التقسيم بتاعها، حتى لو انت فاتح ملف كتابه اقفله، ما ينفعش ان وحده التخزين دي تبقى مشغوله من اي برنامج تاني. وبعد ما اتاكدت ان انت قفلت كل حاجه تقريبا ابدا بقى ان انت تدوس كليك يمين على وحده التخزين اللي انت عايز تغيرها من جي بي تي لام بي ار او العكس. وانا في حالتي دلوقتي هدوس كليك يمين على ديسك 2 واختار الاختيار اللي قبل الاخير واللي هو كونفرت جي بي تي ديسك تو ام بي ار ديسك، وبعد كده هتدوس على كلمه ابلاي اللي موجوده عندك على الشمال من فوق. وقبل ما تتم عمليه التغيير هتلاقيه مظهر لك رساله بيقول لك ان اقفل اي حاجه موجوده على وحده التخزين دي زي ما قلت لك في الاول. هتدوس على يس اللي موجوده قدامك وفي اقل من 5 دقائق هتلقى وحده التخزين اللي انت اخترتها نوع التقسيم بتاعها اتغير من جي بي تي لام بي ار او العكس. وبعد ما تمت العمليه دي بنجاح خلينا نتاكد دلوقتي عن طريق البرنامج اذا كانت العمليه فعلا تمت بنجاح ولا لا. وزي ما واضح قدامك في البرنامج العمليه تمت بنجاح ووحده التخزين اتغيرت من جي بي تي لام بي ار. خلينا برضو نتاكد عن طريق الويندوز نفسه اذا كانت وحده التخزين اتغيرت ولا لا. طيب وده بنعمله ازاي؟ بندوس على زيس بي سي كليك يمين ونختار منها مانج. وبعد ما بتستنى شويه وتظهر ليك القائمه اللي ظهرت قدامك دلوقتي هتختار منها ديسك مانجمنت، وهتيجي بعد كده على وحده التخزين اللي انت اخترتها وهتدوس عليها كليك يمين وتختار منها خصائص. وبعد ما بتظهر ليك القائمه هتروح على كلمه فوليومز ومنها هتروح على بارتيشن ستايل وهتلقى ان اتغير الهارد بتاعي من جي بي تي لام بي ار. وبرضو هنروح نتاكد ان البيانات اللي موجوده في الهارد ما حصلهاش اي مشكله ونفس البيانات موجوده. وزي ما واضح قدامك دلوقتي ان البيانات اللي موجوده في الهارد ما اتاثرتش تماما ووحده التخزين كمان بتفتح بطريقه عاديه جدا. وكده العمليه تمت بنجاح بدون ما نعمل فورمات لوحده التخزين ايا كانت بقى الهارد او اس اس دي، والحمد لله ما فيش اي ملفات اتحذفت من الوحده. وبس كده صديقي ما دام وصلت معايا للنقطه دي من الفيديو اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور المدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. لو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. لو عندك استفسار ومحتاج الرد عليه ضروري جدا تقدر تتواصل معايا على رسائل الصفحه ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب، والكلام ده طبعا لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.